ابو حسن. خالد معك، كيف حالك؟ سلامات. وين ايش اخبارك؟ وين انت؟ وين الشباب والدنيا والدين عنا؟ خليك نايم. انت شارب من في الدار شارب انت. خليك نايم انت وابو حسن نايمين راكدين على البيت. خليكم اسكت، احنا عند السبايا هنا مسك واحدة. اسكت اسكت اسكت. وين ايش اخبارك؟ الله حبيبي. وين انت؟ والله روحنا. اسكت. ايش كيف الامور؟ انا كويس. اسكت والله نار. لقيت شيء؟ ايه؟ لقيت شيء؟ جبنا فرس يا حاج. ايش جبت؟ خيل فرس. جاب حصان؟ صار اصلا اصيل مش حصان كديش تبع القرعان. انت مين جبتهم؟ مين ساقوا؟ عبد الله ساقوا؟ ايه كيف امور؟ والله مشتاق لك يا ابو مهند. ايه ان شاء الله نخش مسجد الاقصى. والله ربك كبير، يجهز حالك. والله يا حاج رحت لك المناطق الشرقيه كل الدخل في المواقع. والله كله غاد، من كله غاد. وين كنت؟ جوا شرق الدير. لا كيف الوضع؟ والله حسينا جوا. لا يا راجل. والله باجي حد، والله مبلجين بجمعتنا. لا شفت مناظر؟ شفت طق طلوع العينين مطخينهم. كم واحد شفت؟ أنا شفت اثنين. والله. شاب من عندنا من جمعتنا. طيب كم سحبتهم يا حبيبي؟ سحبتهم انا اشيل 2 كيلو وصاروا يضربوا جنبنا تقدر لك 16. شفت انت كنت لما قصفت لل 16؟ انا كنت جنبنا. انا كنت قريب والله برضه بعيد 100 متر اللي مصدر يخرب بيت. يا عم بس اسمع هذول دربالك والله بلقوهم تبليغ. شفت كاميرات مخزقين كاميرات كمان. والبوابات يابا ايش حاملين؟ اسمع شغل تحيير ان شاء الله. ان شاء الله. ما جبتش معك حاجه على الفاضي ولا بروده ولا حاجه؟ لا لقينا اللي في المصير. ايش لقيت يا اخ ريان؟ الف سيف بعدين خذ يا ابو حسن. يا ابو حسن بعدين نحكي حبيب ابو مهند. سلام. ما في حد بعدين.